هطلعهولك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه؟ عايز تخرب بيتي يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصه جميل؟ هشتغل رقاصه؟ رقبتي علي رقبتي. ما تخافش هكسرها لك حالا واحطها لك قدامك على المكتب. علي ايه ده من فضلك؟ كل حاجه وليها حل. الحل اني اموتك. انا هحللك مشكلتك يا علي بس اصبر. هتحلها ازاي بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي بص، انا هروح معاك المحكمه واشهد معاك ان الورقه اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه ب 40,000 جنيه فيها صفرات زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى علي؟ شفت بقى انا بحللك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه حبيبي، بس زي ما انا بحللك مشكلتك انت كمان تحللي مشكلتي وتخطب ميسون اختي. كده انا ممكن اتحمل النفقة والمؤخر والمقدم وكافة طلبات العمارة كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقة. وعلى فكرة النفقة يا الدفع يا الحبس. هي انسة ميسون بتحب شوكولاتة نوعها ايه؟ شوكولاتة ايه يا قديم انت؟ هتلاقيتين شوكي يا جماعة. لا يا ولد عيب عيب ده، بتعملوا ايه؟ لا الضارب لا عيب ايه يا انجي؟ ان انتوا ما تحطوش ايديكم في ايد في شنطه حد غريب. عيب يا ولد. في ايه يا استاذ؟ ايه الله يخليك، ممكن تقول للولاد يطلعوا بره؟ مين دول يا استاذه؟ دول ولاد اختي وبيحبوا يحضروا بس اجتماعاتي وكده. شربات دول ولاد اختي. طب ممكن لو سمحت تكلم المدام اختي تقول لها تنادي لهم علشان ده ميعاد غدا. ليه خليهم دول شربات قوي يا عسل عسل. يا استاذه عندنا في الحاره بياكلوا تشقه واحده وبينشلقوا على طول. كلامي دي لو تشلقه تاخدك يا بعيد. طب ممكن تقول لهم ينشلقوا يا حبيبي؟ ده شربات شربات. جرس الفسحه الداره. ايه يا ابني كانوا هيخطفوني. طعميه بحبحه بيه بتاع القضايا يا مترافع. عرفكم انس جوز اختي ابو العيال دي كلهم. ده ابو العيال دي كلهم؟ يا عيني اتاري خلص. هار اسود، امال لو بلغ هيعمل ايه؟ نعرف. تاكلوا طعميه سخنه؟ الله بحب الطعميه قوي. طب قولوا لي انتوا كنتوا جايين في ايه؟ جايين في العربيه حضرتك. حلوه قالشه منك بس حلو. لا انا قصدي بقيه الحوار اللي قالوا لي الاستاذ سامح. حوار؟ هو حضرتك صحفي زميل ولا ايه؟ قالشة برضه منك حلو. في الحقيقة أنا جاية لحضرتك بخصوص قضية ولادي، أنا عايزاهم يعيشوا معايا مش مع أبوه. آه طب أنتِ بقى بصي، خدي اكتشفي لي رقمك هنا عشان نحفظ العيال شوية كلام يقولوه في المحكمة لو عايزاهم يعيشوا معاك. طيب هو حضرتك في أي حل تاني غير موضوع ان هم يجوا المحكمه دي؟ اه ايه دليني الله يخليك. يعيشوا بقى مع ابوهم ولا قضايا ولا محامين ولا محكمه. طب والله فكره، ده باين عليه شاطر والله. ده حلها انت كمان. ايه؟ لا حضرتك انا عايزه ولادي يعيشوا معايا. في استاذ بحبحه، بقول لحضرتك ايه، ما تبحبحها على نفسك شوية كده وتجيب لك مساعد يوضب لك المكتب عشان تعرف تشوف شغلك. مكتب؟ والله العظيم يا أستاذ الحمد لله إنك شايفة مكتب. وبعدين اليافطة اللي وراك دي مفروض تبقى على باب المكتب مش هنا. اليافطة؟ لا ده أنا بس حاططها عشان أفتكر إن أنا محامي. والله؟ يا لهوي العربية، إحنا ناسيين العربية بره. اه لو سمحت النمره اهي. اه يلا احسن نطلع نلاقيها بقت حصاله. انتوا تطلعوا لو لقيتوا حاجه في العربيه او حد خد حاجه ارجعوا لي على طول. يلا يا انجي العربيه. حاضر حاضر. هي سخنه شكلها سخن بصراحه. عن اذنك عن اذنك. زباين الهم دول ولا ايه؟ طبعا رحت لمحامي واتكلمت معاه في موضوع الحضانه، بس اول ما اتكلمت معاه في حوار ال 40,000 جنيه مفردات مرتب ده الراجل افتكرني باخدهم بجد وبضحك عليه عشان ما تفعلوش فلوس كتير. انت متاكد ان انجي هتعمل كده؟
امال مجنونه بيتهيألي يا سمير. انا حاسس ان في حد مالي دماغها عشان كده بتبعدني عن طريقها، بس نقبها هيجي على شونة. وانت عرفت منين ان هي بتفكر فيا؟ ايه قصدي يعني ان هي بتفكر في حد تاني؟ مالك خضتني؟ هو احنا تلامذة يا شعبان، بس وحياه اللي خلفوها ما هخليها تتهنى عليه، هفرمه بجزمتي زي الصرصار. يا عم مالك بس مالك متعصب ليه؟ ده هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. المهم المحامي عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على كل حاجه، بس عايز 30,000 جنيه. انا ما معيش منهم غير 10. ما معكش 20,000 سلف يا سمير؟ على عيني والله. انت عارف بس انا كمان ما اقدرش احرم العيال من امهم، وبعدين الفلوس يا ريت رجاء متكوشه جزء في البنك وجزء في الخزنه بتاعتها. يعني المحامي لو خد الفلوس هيجيب العيال من امهم وانجي تبقى عايشه لوحدها. ايوه يا شعبان. ما رديتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجة مهمة، ردي بسرعة. اه صح عندك حق، ردي. ايوه يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا محدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جزء ام غيري. واذا كنت فاكرة ان الورقة اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناوية تلجأي للمحاكم فاشربي بقى. انا هوديكي في داهية. لا، في دهيتين ومن غير باي باي. دهيتين ومن غير باي باي علي؟ ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه يا انجي؟ ولا حاجة، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم، خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهية. لا، دهيتين. هو اللي قالك هيوديك في دهيتين؟ حبيبتي لما تقلقيش. لا ده احنا هنوديه في 3-4 ركاب. ركاب هو سهل قوي. وديك بتاعتين ليه يا ثابت؟ وقال مفيش باي باي. مفيش؟ لا دي مش سايبه. يلا. لا انا عايزه الباي باي، ماليش دعوه. ياما المحامي منبه علينا عشان نكسب الرجاله. لازم تخس، لازم تبان قدام القاضي رشيقه وزي الغزال. مش قادره، بكره بتلحق عليا. وجع الساعه ولا كل الساعه؟ عايزين تروحي المحكمه حلوه وصغيره ومثقفه. بقول لك ايه، مش عايزين ابويا يلاقي مبرر انه يبص لحد غير. يلا اقعدي هنا هنبتدي. يلا. واحد، جوزك بيحب. اثنين، هيتجوز عليك. ثلاثة، هيبات يتزوج. أربعة، هنقول لله. خمسة، هيجي جدع عمار. مش عارفة. وليها الفرنساوي. محكمة! يا ابني، هي مال المحكمة ريحتها حلوة ليه النهاردة كده؟ ما احنا كنسين وماسحين يا باشا. بس! يلا بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الجلسة. نادي على القضية الأولى. السيدة إنجي أحمد. السيدة إنجي أحمد. بونجور مسيو. أنتي فرنساوية يا هانم؟ نو، با دو تو. مصرية؟ Yes, that's true. طب يا ريت والنبي تكلمينا بالعربي. كل واحد وعلامه بقى حضرتك. السيد علي الطيب. السيد علي الطيب. يا رب ما يجي. المحامي بتاعك فين؟ حضرتك وطي صوتك، اصل هو مطبق من امبارح علشان يترافع قدام حضرتك. استاذ بحبح. بحبح. قوم. بح، دكتور بحبح، دكتور في المحاماة. حاضر مع الأستاذة إنجي أحمد. اتفضل يا أستاذ. هخليها منك ولا من الكرسي الضيق؟ هخليكي من الكرسي الضيق بتاعك. خليني أنا عارف أنا هترافع أقول لك إيه. شيخ اتنيل. إديني فرصتي. إنه من المؤكد سيدي القاضي أن المتهم وصل لدرجة السفالة والانحطاط. مزز طالعة، مزز نازلة، وما فيش مراعاة خالص. سيدي القاضي، ده هزيل. السيدة الرقيقة